الياباني ثقافة مختلفة على ثقافتنا التونسية. يوكي تاكاشي هو ياباني مقيم بتونس. اطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة. شنية علاقته بتونس؟ فيش نشتركوا على مستوى الأكلات الشعبية؟ مرحبا بكم تابعوني. ضيفنا اليوم هو يوكي تاكاشي، ياباني مقيم في تونس، عنده توا قريب 5 سنين، ولا من الوجوه المعروفة بعد مشاركته في برامج تلفزية في تونس. يوكي نجم نقولوا انه ولا تقريبا تونسي، خاصة بعد ما خرج فيديو كليب لتشجيع المنتخب التونسي في رحلته لكأس العالم بروسيا. بلاد يوكي اليابان هي من أغنى الدول في العالم، وتعتبر رمز للتطور التكنولوجي ولحب العمل المتقن. اليابان معروفة بتشبث أهلها بعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم في اللباس والأكل وشرب التاي، ومعروفة زادة بأساطيرها وبالساموراي وبمسرح النو وبالصور المتحركة المانجا وبالأكلة الشهيرة السوشي. إلا أنه في الحقيقة الأكلة الشعبية اليابانية هي هذه السوبا، واللي هي عبارة على مقرونة طيب بكل الأشكال. هل السوبا شبه للمقرونة اللي في تونس؟ وشنو يختلف المطبخ الياباني على المطبخ التونسي؟ هذا ما حبت تعرفه عبير، فاستدعت يوكي على صحيح المقرونة التونسية، والبداية كانت تحية يابانية أما اللهجة تونسية. السلام عليكم. مرحبا بك يوكي. شكرا لك. باش نحكيو على برشا مواضيع، نقعد وبعد نحكيو. يلا تحكي بالعربية بطلاقة. تحكي حتى تونسي باللغة العربية، عربية الفصحى والدارجة زادة. أنا زوزة. وين قريت العربية؟ في تونس. في تونس دوما جيت؟ أي بعد ما جيت لتونس تعلمت العربية في تونس. وين بالضبط؟ في أول سنة تعلمت في برج بسكور. أما هكاك يعني ما تعلمتش برقدي فيها، دونك أنا بعد خرجت ودخلت الجامعة التونسية. اوكي. الدارجة زادة التونسية ظلي تتعلمها بمخالطتك مع التوانسة. ايه هكاك ديما نخرج ونبقى مع التوانسة ونتحدث مع التوانسة، بشوي بشوي تعلمت. يوكي انت جيت من ثقافة مختلفة على ثقافتنا التونسية، كيفاش نجمت تتأقلم مع الوضع الجديد متاعك؟ مثلا اول يوم كي جيت لتونس انا مشيت للمغازان، ومعناها كي دخلت المغازان الموظفين والرجال هما جايين لي انا يستغربوا، السلام عليكم انت من وين؟ ياباني، مرحبا بيك، شنو تعمل في تونس؟ انت تحب تتعلم اللغه العربيه؟ مرحبا بيك. ويصل برشا معناها يقتربوا حتى في مغازان في اي بلايس، معناها في اليابان مستحيل، خاصه اللي انا مشيت مغازان كبير. نورمال في مغازان كبير في اليابان الموظفين يخدموا حتى كيما روبو. السلام عليكم، ايش هسير؟ خذ الراحه. ما يحكيو ما يتحدثوش مع حرفاء جمله. اما في تونس في اول يوم واول لحظه انا معناها ريت فاز هذا في تونس، يعني حاليا شعرت بالفرق ما بين اليابان وتونس من اول لحظه. انا توا في يعني معظم الاوقات ناخذ مترو يعني يمكن تقريبا كل مرات كي مترو معبي العباد اللي تعرفوا مع بعضهم. هذا قدام تقدم، هذا انا وسط فارغ خسرت، هيا امشي شو بيك انت؟ اليابان ساكتين بين حلب. كوميونيكاسيون اكثر في تونس. نجم نعرفوا علاقتكم بالعمل هي ثقافه وارثينها متربين عليها والا فرضتها ضروره اقتصاديه؟ اولا يابان انتم ديجا تعرفوا اليابانيين يخدمون برشا ياسر جدا جدا جدا. صحيح من السباحة مثلا احنا نورمالمون يعني نبداو نخدم من 8:30 ولا 9:00 هكاك، اما هما ديجا يعني الموجودين في بيرو 7:30 7 حتى 6:30. شنو يعمل؟ ينظفوا في بيرو ولا شنو؟ طيب تي قهوه
وحتى ليل وقت مؤخر 10-11 نجم يخدم. واللعب لا، الدولة ديما تقول النقص من خدمة. أبو؟ أي. بالحق بالحق. أما ممكن. الشركات، شركات معناها هما حبوا يربحوا يعني أكثر فلوس، أكثر غوندمون. واليابانيين زادا يعني على خاطر ثقافتنا، احنا عندنا مثل في اليابان، انت انسان ما تخدمش دونك ما عادش تاكل. هيك علاش اليابانيين زادا هما يكرسوا حياتهم في الخدمه، وما يشكوش معناها في الخدمه لمده وقت طويل. إلى جانب الاختلافات في السلوك اليومي للناس في اليابان وتونس، حبت عبير تعرف هل إنه المطبخ يجمعنا وإلا لا؟ ولوجت على جوجل صور لعدد من الأكلات اليابانية ووراتهم اليوكي. وانت صورت في اليابان؟ ليلي جبتهم بالإنترنت. إنترنت موسوعة. بيه، قل لي البلا هذي شنو اسمه؟ هي سوبا. اسمها سوبا؟ سوبا ونيتروضون. منيش تتكون؟ منيش تتكون؟ الصوبة معناها اللي في اليابان ثم نوع متاع المقرونة اسمه صوبة. اسمه صوبة نوع من المقرونة كما بتونس، مستخرجة من الروز ولا من الفرينة؟ لا روز لا فرينة لا قمح، صوبة. صوبة موجود في اليابان. في اليابان بي. وباش نوريك بلا آخر زيدا. معلومة مهمة، كاري قبل كاري قبل ما نتعدوا الكاري الكاريبي. انا باش نقدم يعني بوبيسيتي، انا من ولايه ياماغاتا. ياماغاتا هي اكثر ولايه معروفه بسوبا، وهذه الاكله. هذا سوبا. سوبا سوبا ديجا. انا فسرت لك هي بيدها كيما الاخرى، خاطر مش نفس ال فما برشا انواع في السوبا. فسر لي قداش من نوع، شنو اللي يفرق بين نوع ونوع؟ نوع مثلا نحط تعرف تيمبورا، نحط تيمبورا، ولا احيانا يعني بالصوبة باردة صوبة سخونة، بصوص سخونة بصوص باردة، ولا حتى ما غير صوص بال يعني صوص بالصوبة وحسيرو. باش نجيو تو البلا معروف برشا ولا عالميا اللي هو السوشي، هكا ولا هذا السوشي؟ مو فيش هذا هو السوشي. مستر سوشي. سوشي ولا نلقاه في العالم الكل، فما انواع فيه. نيجيري ماكي ولا شنو اخر؟ تي ماكي. قداش من نوع؟ ما حصلتش خاطر عادي ناكلو، وخاصة انا حسب رأي نيجيري بني. منيش يتكون هذا نيجري؟ نيجري روز. روز ساري. ولا هيك حوت ناعي. حوت ناعي. وسابي. وسابي في الياباني وسابي. وسابي كما حريسة خضرة. وصوص سوجا. ناكل هاك. اوكي بالباقيت. بالباقيت زي كيف كيف. هاو الباقيت عنا. بي قبل ما تعلمني ساك كيفاش ناكل بالباقيت، الاكلات الشعبيه التونسيه شنو علاقتك بها؟ نحكي لبلابي، نحكي هرقمه، نحكي راس مصلي، كل شيء، كل ما تريدين. كل شيء تاكلو؟ كل شيء ناكلو. ما عندكش مشكله مع الحار والهريسه؟ لا يا عادي انا نحب الحار. اما توا رمضان يقلق. قلق. وانتوما في اليابان ثم نوع من الهريسة حاجة حارة تزيدوها في مكلتكم؟ اي مثلا صوبة وكيودون احنا يعني رينا نزيدو صوبة يعني على في صوبة نزيدو هريسة يابانية. كيفاش تتكون الهريسة اليابانية؟ هريسة باه هريسة متجفف يعني بيس متجفف. وكيفاش مش كيما الصوص في تونس الكاسترول نحط حريص هكاك لا متشفر، ونحط في الصوص ولا في السوب هكاك. على جيودون زادة على لحم بقري ولا على روز نحط هكاك ونخبط. ولا مثلا في السوشي
هيك الوسابي هريسة خضراء هريسة يابانية نحط اللي ما بين الرز والحوط ني نحط هريسة هكيك كما تحب الكونتيتي. السوباه هي مقرونة يابانية مستخرجة من حبوب السغازان وتتصنع في الأصل بطريقة تقليدية يدوية، وهكا نفهموا أنه ما فيها حتى شيء شبه للمقرونة التونسية اللي يوصف لنا مميزاتها الشيف رفيق التلاتلي. مقرونة بيسير فما تلين وقت اللي جاونا جابوا المقرونة معاهم، لكن المقرونة اللي نحضروها في الدار وما أدراك من المقرونة وتجوع وقت واحد يشوف مقرونة ولي يشمك ريحة المقرونة خارجة حتى الثنية. احنا زدناها، شنو اللي نوعنا فيها؟ هي الصوص، الصوص راضخة شخشخة كما يقولوا، فهمتني؟ يعني فيها برشا كونسنتري طماط، برشا طماطم محكوك يحطوا فيها ويحطوا الهريسة ومفوحة. مقرونة نجموا نطيبوها بالعلوش، بالبقري، بالدجاج وبالحوت، لكن الحوت وقت تاخو راس المنداني وطيبوا مقرونة بالفل يا بومب كما يقولوا، شيء بنين بنين برشا. فما اللي زادوها الحبق فما لا، احنا نفوحوها بالهريسة، نفوحوها بالتابل وقت اللي فما الحم نحطوا التابل باش يفوح. اي دونك المطعم تاعها سي توتا في ديفيرون، تقعد تتبقبق وتطيب بشويه بشويه سله سله، وسورتو الطبخ التونسي لازم يطيب ديما على نار هاديه، وهذاك المهم فيه. احنا نعملوا بالطماط كونسنتري، لكن زاد نعملوا بالطماطم فريشكه والكونسنتري مع بعضه، لكن الطماطم التونسيه التونسيه فيها هذا من الكل. ونسيت ما قلتلكش اللي فما الحمص، فما البطاطا، وفما الفلفل، هذوما مهمين في الجارنيتور نتاع المقرونه نتاعنا. اللي هي موجوده كان عندنا احنا؟ اي موجوده كان عندنا احنا. التلين سي ديفيرون، يعملوا ياخذوا لك خضره معينه، ياخذوا لك لحم معين ويخلطوه مع الواحد، يحطوا برشا حبق، يحطوا الاوريغانو زاده كان ممكن، بحال الحبق الفرشك، فما المقرونه البيضه اللي عندنا بالصوص بيشاميل ولا بالشامبينيون بالفروماج، فما منوع نتاع طلين مش كيما نتاع تونس اللي ديفيرنت. احنا نستعملوا يا سباغيتي يا المقرونه فل، هذه اكثريتها. فما المقرونه الروسور وكلي ما تبعوه هذوكم ديفيرنت، مي بون هذوما اللي نستعملوهم اكثر، هو الفل والسباغيتي. يوكي، علاش اخترت المقرونة كأكلتك المفضلة واخترت أنها تكون حاضرة في الحصة اليوم معنا؟ مقرونة بنينة. بالتونسي هكا؟ بالتونسية. الحم علوش ولا بقى؟ حم علوش. حم علوش مش كذب. ليه الحم علوش؟ علوش والحار. ايه؟ تحب الحار عاد؟ حار ايه، غدا باش نمرضهم. في اليابان يستعملوا أعواد الأكل أو كما يسميوهم هاشي، واللي هي أعواد يشتركوا فيها مع الصين وفيتنام وكوريا ودول أخرى. زخرفتهم متنوعة والمواد المصنوعة منها الأعواد تختلف حسب البلدان والإمكانيات. في اليابان هما بالأساس مصنوعين من الخشب ومطلية. عبير استغلت فرصة وجود يوكي معها وجابت ديباجيت وطلبت من يوكي باش يعلمها تقنية الاستعمال. ما صعيبة، علمني كيفاش. أول هك كمل هك فوق بعضها. فوق شد فوق سبعة هكاك هكا؟ ما نشمتش. اضبط بالسبعة ترى؟ ابدا بالمقرونة، بتبدا بالفلفل. كيفاه ترهز؟ يهرب مقرونة، تهز مقرونة. حاضر منجمتش. محاولة عبير في استعمال أعواد الأكل هاشي ما نجحتش، وما نجمتش تتبع سرعة يوكي في الأكل بالأعواد اللي تجاوزت حدود آسيا وولات موجودة في العالم الكل بما فيها تونس، على خطرها تتقدم مع الأكلة الشهيرة السوشي. السوشي هي عبارة على مجموعة من القطع الصغيرة المتكونة أساساً من حوت ني وروز وخضر وطحالب، وتتلف بالطريقة هذية، مع العلم أنه أصنافها عديدة ومتنوعة حسب تنوع الحوت الموجود فيها.
يوكي احنا في تونس في العاده قبل كانوا يقعدوا على طاوله تبدا مستطيله ولا دايره اللوطه. انتم شنو عادتكم في القعده في اليابان؟ لمة العائله تكون على طاوله عاليه ولا عندكم الثقافه اللي احنا شفناها في الديسانيمي في صور متحركه انكم تقعدوا على طاوله اللوطه على الكيبكم؟ مره نقعد على طاوله مره نقعد في لوطه. مثلا في نفس الدار الواحدة نجم نرقى جزء انواع. يوكي كمل كل المقرونة ومن بعد باش نستدعاك على كاستي تونسي. كاستي تونسي تحبوا؟ يوكي مغروم برشا بالأكلات الشعبية التونسية ومغروم زادة بقعدة القهوة وين عادة يقابل أصحابه ويشرب كويس تي تونسي. يوكي استدعيناك على كاستي تونسي في قهوة في المدينة العربي باش نتعرفوا على عاداتكم وتقاليدكم في اليابان فيما يخص التاي بالمقارنة مع عاداتنا زادة وتقاليدنا فيما يخص شربين التاي والقعدة في القهوة. اليابان معروفة بالتاي. تعرف التاي أخضر، التاي أخضر ياباني، التاي صحي وأخف، ومثلا الصباح بعد الفطور ولا في عشية بعد الغذاء احنا نشربوا التاي. كيفاش طيبوه؟ التاي أخضر، حط تي اخضر كل ماء سخونه ولا ماء بارد نورمون ماء سخونه ونخرت هكا والسكر القهوة. وخاصة كي الضيوف تجيو للدار احنا نستدعو بالتاي، التاي والكادو والكيكة كيما قهوة في تونس. حاجة مهمة في اليابان مثلا في مخ، وشنو حاجة مميزة في اليابان يعني الثقافة اليابانية؟ أنا ديريكتمون نقدم تي في ياباني، مش السوشي ولا كابوكي درشنو دير أي خاطر كابوكي درشنو مش حاجة ديمة، الحاجة ديمة هي تي. بالفعل في اليابان فما طقوس خاصة بالتي وأنواع مختلفة كما السنشا والماتشا واللي تتحضر بطرق مختلفة تماما على طريقة تحضير التي التونسي. مثلا هنا نشوفوا في فيديو لقيناه على اليوتيوب طريقة تحضير التاي الياباني المعروف السنشا. تعجبك المدينة العربية في تونس الأسواق طريقة التعامل زادة بتاع البياع كيفاش يبداو هكا يعيطوا كيفاش أنهم يحاولوا يشريوا المنتوج نتاعهم؟ نعم المدينة العربية تعجبني، كي نمشي في مدينة العربية أنا نتذكر لك الجو في اليابان اللي حي الشعبي في اليابان هما زيدا عيطولي أي مسيو إيجا خوف معي يعني معناها إيش لي حاجة ولا عيطولي في المدينة العربية زيدا كيف معناها الناس قريب. شو الحاجات التقليدية اللي يعجبوك تحاول تشريهم مثلا أنت عندك منهم برشا ولا تهديهم؟ خشبية فيني خاصة في الشتاء نورمون نلبسها كان في الشتاء وندفي وفي نفس الوقت نتنقر بها كما الرجل الكبير. لا استعملها هي في الشتاء خاطر في الشتاء كي المطر يصب الدنيا باردة البردون عادي يعني ما يكفيش. أما أنا كي شريت في مدينة عربية القشابية في البروموسيون قلت طفي البروموسيون فرحت بها غالية شوية. لا مش غالية بروموسيون أكثر من 50% بروموسيون. بعد المقرونة وبعد التاي أرافق عبيل يوكي في جولة في الأسواق في المدينة العربية بتونس العاصمة واللي على ما يبدو يعرفها مليح. يوكي احنا هكا كمان الجولة اليوم جو سلم على المشاهدين باليابان يقولوا لهم نتلقاو ان شاء الله في حصة جديدة. هاي داكيو نو ساتسويا كوردو واليس سوري داماتا هوسوبي ني اوايشمشو دومو سايونارا.